انتحار صفة الطبيب، إهانة هيئة منظمة تحيل على ميت. إذن كما هو دأب هيئة المحامين ها هنا دائما منفتحة على محيطها في العديد من المواضيع التي لها رهينيتها ولها أهميتها للعاملين أولا في حقل العدالة وفي ميدان القانون، ولكن لها رهينيتها ولها أهميتها كذلك بالنسبة للمواطنين. في هذا الإطار تم التعاطي مع موضوع قد يعتبر بأنه موضوعا قديما، ولكن في نفس الوقت هو موضوع حادث ولو أهميته، هو مسؤولية الجناية للأطباء في القطاع الحر. أنتم تعلمون بأنه حاليا العمل الطبي أصبح كثيرا على مستوى القطاع الخاص أكثر مما هو عليه الأمر على القطاع العام. أسمحت الإقبال على خدمات الأطباء في القطاع الخاص بالنسبة للمستهلك بالنسبة للمواطن أكثر مما هو عليه الأمر بالنسبة للقطاع العام، وبالتالي طرح هذه المسؤولية من مناحيها الثلاث من المنحة الجنائي والمدني والمهني يقتضي أن يكون حاضرا في ذهن الفاعلين في ميدان الطب وهم السادة الأطباء والطاقم الطبي في عموميته، وكذلك بالنسبة للمتدخلين في المساطر عندما تطر أمام القضاء، وأقصد بذلك المحامون والسادة القضاة. في هذا الإطار تم التعاطي مع هذا الموضوع من طرف السيد نائب رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير، من طرف محامي عام لدى محكمة النقد رئيس رابطة قضاة المغرب، أحد أعضاء رابطة قضاة المغرب، وكذلك من طرف أحد زملائنا بهذه هيئة الدفاع، مما خلق تكاملا في المواضيع تكاملا في التعاطي مع هذا الموضوع. فكان تفاعل الحضور كذلك، والذي كان من خلال مهنيين ومن خلال محامين ومن خلال القضاة ومن خلال الطلبة، أدى إلى أن يكون هناك إغناء لهذا الموضوع، والذي نتمنى أن يكون بداية للتعاون مع النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بأكادير وبجهة سيس ماسا للتعاطي مستقبلا مع مواضيع أخرى لها أهميتها ولها رهينيتها. الإشكالات المطروحة التي تطرق لها واحد العدد ديال الأطباء في هذه الندوة وهي إكراهات الممارسة اليومية لدى الأطباء، يعني هذه الإكراهات من ناحية اللوجستيكية كمثلا عدم توفر الدم داخل المصحات، لأن هذه المادة الحيوية فتبقى حكرا على المستشفيات العمومية ومراكز تحقن الدم الجهوية. هناك بعض الأدوية التي أثبتت نجاعتها في بعض الأمراض ولكن ما عندهاش لايمام يعني موافقة أنها تستعمل داخل التراب الوطني. هناك مجموعة من الإكراهات تطرقوا لها السادة الأطباء وأجاب عنها السادة المتدخلون من قضاة ومحامون، إنما تبقى هذه الندوة بغناها وبجديتها وبتناول الموضوع في مجمله لن تجيب على جميع الأسئلة، ولكن نتمنى من الندوات المقبلة أن تتطرق للشق القانوني آخر لإجابة على تساؤلات السادة الأطباء. صحيح هناك نقاش فيما يخص يعني بعض المتدخلين الذين تطرقوا للأخطاء الطبية ومدى يعني تأثيرها على صحة المواطنين. نحن لا يسعنا في هذا الإطار إلا أن نقول أنه لكل مجتهد مصيب أجران ولكل مجتهد لم يصب أجر واحد. لا يمكن نحن من هذا المنبر يعني نعرف حقوق المرضى، ونحن يوما ما والله أعلم ربما أن نكون نحن أو أحد أفراد عائلتنا، يعني لا يمكن أن نتصور طبيبا يحاول أن يضر بمريض أو يلحق به الأذى. إذن هذا بعيد كل البعد عن النية لإحداث الضرر، وإنما ربما قد تقع مضاعفات خارج عن إرادة الطبيب، إنما يجب إحقاق العدل لينال المريض حقه وينال إنصافه داخل ردهات المحاكم. أخلاقيات المهنة، هناك قانون يجب أن يتعرف عليه الطبيب.